بدك تهربي؟ كان في بضيعتنا وحدة اسمها كوسر، كمان تعذبت كتير بحياتها، قامت حملت حالة وهربت وما عاد حدا يعرف شو صار فيها. شو لوين؟ أنا رايحة لعند جميلة على الأوتيل، ما رح أتأخر. كوسر خانم شو مشان؟ ماشي، رح نكون على الموعد. شكراً ليلى. أخذت موعد مع الدكتور بعد الظهر، كثير منيح. بس بعد الظهر عندي اجتماع، ليش ما بتأجيها لبكرة؟ فعلاً كثير خرج يكون عنده ولد. بدر أجل الاجتماع، مرتك أهم يا ابني. لا ما في داعي، فعلاً اجتماع اليوم كثير مهم، خلص من أجله. صار لازم نرجع لحياتنا الطبيعية، ما هي عنا شغل كتير، حاجتنا تقصير. طيران طويل، أحياناً بيعطونا يوم أو يومين إجازة، ما بطير غير 6 أيام بالشهر. بس طبعاً مو مع نفس الفريق، ما هي إيه دائماً بتغير. لا تأخذه معك، اتركه، علي رح يضل بقلبك. ما بعرف امتى برجع مرة تانية، رح اشتاق له لأخي. مؤيد أخوك كمان، لو شو ما صار. شو رأيك بلا ما نعكر مزاجنا هلأ؟ نحن حكينا كل شي مبارح، ماشي؟ بلكي لما بمر الوقت بتقدر تنسى جميلة بابا، وبتقدر تتصالح مع أخوك كمان. صحيح أنا واخي متزعلين، بس مشان ما تكبر المشكلة قررت أحمل حالي وروح من هون. يا ريتك حليت هالمشكلة قبل ما تسافر. خلاص ولا يهمك، روح وانسى. البعد ممكن ينسيكم هاي الخلافات. طبعا بالصيف بيزيد عدد الرحلات. شغلك صعب؟ لوين؟ على الحمام. معناتها لازم نطلب الحساب، لانه مهند صار لازم يفوت لجوا. الحساب لو سمحت. مهند مانو حابب يسافر. بس هالشي افضل مشان الكل. شكرا. عم فكر الليلة كلنا نتعشى مع بعض يا جماعة، وخاصة انه بدر اليوم رح ينتقل على القصر. خلونا اليوم نحتفل. ماما ما في داعي اليوم. لا شو لتكون مزعوج لأنه بده يجينا وريس للعرش؟ أنا مو مزعوج، أنتوا عم تنزعجوا وقت تشوفوا جميلة. يعني المشكلة ما أنا عندي. أنا رح غير تيابي وانزل فورا. ماشي، بس لا تتأخري حبيبتي. ماشي. جميلة، أنا بدر. إذا بتريد أنا فيني أحكي مع جميلة؟ لا ما فيك تحكي، بس كلمتين. أنا مسافر هلأ وبس حبيت إلا بخاطر. إيه مع السلامة، أنا بإلا.
أهلين كوسر خانم، خير؟ وينك أنت؟ وجميلة وينه؟ تركتها نايمة. لا تكذب علي، إذا فعلا كلامك صحيح أعطيها التليفون، بدي أحكي معه. أستغفر الله كوسر خانم، ليش تكذب عليكي؟ عامل لك نايمة. مو صحيح، لا تلف وتدور، هلا حكيت معي، لا تقول عامل لها شيء للبنت لأنها بدها تسافر وتتركك. والله بحرقك يا بدر. ليش جميلة مسافرة؟ ايه مسافرة، عامل حالك مو عرفان؟ بدها تسافر مع مهند. حاجتك كذب، أكيد أنت بتعرف بكل شيء. لكن بدها تسافر مع مهند. أنا بورجيك يا جميلة. وقف وقف وقف، لف من هون، بدها نرجع بسرعة، أكيد أزاها لبنتي. ليش عم تطلع فيني؟ عملك بسرعة.